السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نجزو نزولا عند رغبة مجموعة من الأعضاء في المجموعة وأيضا مجموعة ديال الطلبات اللي جوني فيما يتعلق بفايفر أفيليات بروجرام. وبغيت في هذا الفيديو تبقوا معايا حتى الآخر، حيث غادي نعطي فيه أهم النصائح والطريقة كيفاش تسجلوا في البرنامج وأيضا كيفاش دروجوا، حيت هذه هي أهم حاجة اللي ما كيعطيوهاش، كيفاش تروجوا للروابط وللينك ديالكم، كيفاش أولا ديروا هاد الروابط اللي كيكونوا روابط شخصية ليكم كفايفر أفيليت ماركتر، والحاجة الثانية كيفاش أنكم دروجوهم وشنا هي أفضل طريقة للترويج واللي غتعطي النتائج. وهنا كنتعهد معكم انه نبقى معكم اذا كنتم معنا في المجموعه حتى تحصلوا على اول ريجستريشن ليكم، ومن بعد كل واحد واشطارتكم. دابا نبداو اول حاجه، راه غتلقاو الرابط ديال البرنامج ديال المجموعه ديالنا عفوا في الوصف ديال هذا الفيديو. اي واحد ممكن انه يلتحق بنا ويعرف معلومات اخرى والنصائح اخرى. دونك اول حاجه راه كندخلو هي كندخلو للبرنامج ديال فايفر افيليت اللي هو هذا، راه اللينك كتلقاوه في الوصف. واذا كان عندك الكونت راه كدير تسجيل دخول لوغين، اذا كنتي اول مره راه جوين ناو. دونك جوين ناو راه كتعمر مجموعه من المعلومات على اساس انه واش انت شركه ولا شخص فرد، الاسم الاصل، الميل ديالك. دونك هادشي كله ساهل ما ندخلش فيه، حيت المفروض انه ولا بد يكون عندك واحد المينيموم ديال ليفل ديال المستوى باش تدخل في هادشي. دونك خص تسجل الرابط اللي هو في الوصف، تسجل في البرنامج ديال فايفر افيليت. من بعد ما كتسجلوا في البرنامج كتدخلوا للكونت ديالكم، هذا هو الكونت ديالكم في فايفر افيليت اللي فيه الداشبورد، فيه الماركتينغ تولز. واهم حاجه بالنسبه لكم هو الديب لينك، كيفاش دير الديب لينك ديالك باش هو اللي غتخلص فيه اون فوا لي دو كلاين يشريو من خلال هذا اللينك. التقارير، الخلاص ديالكم من فايفر، هادشي كله ما ندخلوش فيه. اهم حاجه عندنا دابا كيفاش نستخدموا هذا البرنامج، كيفاش نخدموه، كيفاش نجينيريو لي ديب لينك ديالنا ونبداو نربحو فيه. واهم حاجه كما ذكرت اللي ما كتذكرش في فيديوهات اخرين، كيفاش نروجوا لهاد الروابط وفين غنروجوا له. دونك هادشي بقاو معنا باش نشوفوا هادشي. وهادشي راه سهل، راه ما نطولوش بزاف. راه لينكدين راه هو افضل منصه باش تروج لللينك ديال فايفر، حيت لينكدين فيه دي بروفيسيونيل، فيه الناس اللي هما مهنيين وباغيين لي سيرفيس، باغيين لي سيرفيس اللي مزيانين. دونك اهم افضل منصه هي لينكدين. دونك ولا بد تكري واحد المنصه ديالك، دير الميل والباسورد وكتبع حتى كتكري واحد الكونت ديالك في لينكدين، واللي خصو يبان بروفيسيونيل. ولا بد يبان بروفيسيونيل، اذا عندكم يعني بغيتو مساعده باش يبان بروفيسيونيل ممكن تشاركونا كما قلت في فايفر افيليت بروجرام في المجموعه، وتشاركونا البروفايل ديالكم في لينكدين، وحنا غادي نعطيكم مساعدات كيفاش تجعلوه افضل، كيفاش يبان حسن باش حتى مع الناس يتواصلوا معكم ويبان انه انتم بروفيسيونيل دي سيريو. يعني هاد الخدمات اللي كتقدموها ولا اللي كتروجوا لها في لينكدين ما جاياش غير هكا غير باش يشريو من عندكم، بل نتوما دي بروفيسيون. بعد ما كتكريو الكونت ديالكم في لينكدين غادي نوريكم الطريقه كيفاش ديرو. افضل طريقه مشي عاود نرجع فايفر افيليت، دير كوميشن فايفر افيليت كوميشن بلان، تفتش عليه ومشي لهاد السيت ديال فايفر افيليت كوميشن بلان. هنا غادي يعطيك واحد الكوميشن بلان، شحال غتربح من كل سيرفيس، حيت كاين لي سيرفيس اللي تقدر تربح فيهم 150 دولار لكل سيرفيس شرا، كاين اللي 50، كاين اللي 40، كاين اللي 30، كاين اللي 25، كاين اللي 15. دونك من الافضل انكم تمشيو ديال 40 50 وتكليكيو عليهم. مثلا بحال هذا 50 داتا ساينس، ماشي شي حاجه
ديال ولا وي داتا ساينس. دونك داتا ساينس هادو داش اذا درت البروموشن لهاد لي سيرفيس راه نحقي 50 دولار في كل في كل هذا لي تشات في كل خدمه تشات. مثلا غادي نمشي لهذا الاول. طبعا لي سيرفيس اللي خصكم دروجو لهم راه خصهم يكونوا عندهم دي ريفيوز مزيانين، الناس كيشكروهم، ما يمكنش ديروا اي حاجه. دونك غادي نختاروا مثلا شي واحد من هادو اللي ما يكونش غالي بزاف وما يكونش رخيص او بزاف. نقدروا نبداو برخيص ونشوفوا الناس اللي يبقوا معنا. مثلا هذا اي ويل دو عنده خمسة، هادي خمسة، هادا خمسة، نبداو بهادا بلا. دونك اي ويل دو داتا ساينس ماشين لورنينغ اند ديب لورنينغ تاسك. دونك اش غادي نديرو؟ دونك هادا كيبان ليا I'm a computer scientist. I have 2 years of homework. Customer satisfaction means guarantees. Donc, je vais vous dire, c'est un journal, c'est une créée à poste. Un journal dans. On est en coulant, on a deux data science. C'est un deux data science en ligne. La dévalère, on est en métal. Juste exemple. C'est un dans deux data science. Tasks. هاد الفوتو نشوفو الفوتو اللي غادا تجمع وين غادو من بعد نشوفوهم. I have 2 years of formal experience as data science and of our own هنا نقدرو نجيو مثلا هنا نفس الشي غادي نكريو هنا task hire a freelancer who has 2 years of formal experience as data analyst and you can help you in all the following items. وهنا وهنا واحد القضية مهمة بالنسبة للينكدين، زيدوا الهاشتاغ data analytic حيت كتعطي البوست ديالكم انه بروفيسيونال. ماشي data learning data learning نيني داتا كلينين ماك داتا كلينين داتا اناليست نعمل داتا وحدا. احنا وجدنا واحد البوست، كاين هاد البوست خصو لينك. دونك لينك مي غادي نلقاه، كنجيو لهاد اللينك ديال هاد السيد اللي هو هذا، كنكوبيو وكنرجعو للبرنامج ديالنا اللي هو فايف افيليت. كنمشيو لهاد ديفولت اند ديب لينك، كنكليكيو عليه، كنجيو لهنا كنكليكيو، كنكوليو داك اللينك اللي خرجنا، ومن بعد كنعطيو له واحد السميه مثلا باش نعقلو عليه. تراكين كود هذا كيعقل، كنتفكرو باش شنو هو اللينك هذا بالضبط باش في لي راكور يبان لنا. اليوم مثلا لو 4/9/2021 لينك باش نعقل على انه راه شي حاجه ديال الداتا. وهنا نقدر نكوبي اللينك ديالي التكنيك، اما هذا طويل اما نقدر نقصرو. وهنا سي بي ا، سي بي ا من افضل ديرو السي بي ا، مازال غادي نشرح الفرق بيناتهم، ولكن باش تفهموا السي بي ا كتخلص مره واحده كتخلص 50 دولار، هادو ايبريد كتخلص غير 10 دولار وبعد كتخلص 10% من داكشي الاخر. من افضل ما ديروهاش. دونك جو بريفير سي بي ا احسن. نجيو لهنا كنديروها هنا في الفوق، هذا هو اللينك ديالك دو داتا ساينس كدا. دونك هنا يبقى لنا غير الفوتو، فوتو غنشوفو الفوتو، نقدرو نجيبو كاع الفوتو ديال هذا ونديروها هنا كوبي ايماج، نجيو ونقوليوها مباشرة باج، هو البوست، وهنا غادي نبوستي داك هو البوست ديالي. غير هو هاد البوست ما غادي يشوفوش الناس بزاف حيت راه غير في الفيد ديالي، غير في البروفايل ديالي، خصني نديرو في شي بلاصه اللي يقدر يشوفوه الناس. دونك هنا اش غادي ندير؟ هنا في السيرش غادي ندير مثلا داتا، داتا مزيان، انا درت داتا وغنمشي لايفنت داتا. هذا لينكدين لورنينغ داتا
ديجيتال سوليد. غندخل نمشي نشوف هاد الايفنت ندخلو حيت الايفنت ساهل سوبميت. دونك هنا ماشي مشكل. غادي ندخل لهاد لهذا لوكين فور تو سوبميت لوكين فور تو اتند جاست ان ام ريدي تو سوند لوين من هنا. ونقدر نجي داك لو ليدر تقريبا غادي نكوبي كلو غادي نحطو هنا في هاد الايفنت. هنا غادي نبوستي هو بوست ديالي. دونك ها هو البوست لي داز داز البوست الحمد لله. راه غادي يشوفوه بزاف ديال الناس وغادي يكون عنده افي على البرنامج ديال الافيليات الفايفر افيليات اللي بدينا. نتمنى تكون استفدتوا عرفتوا الطريقه. دابا هذه هي الطريقه. نتمنى انكم استفدتوا انكم فهمتوا كيفاش ديروها. كاين العديد 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 من زعما من البدائل والطرق كيفاش نروجوا في لينكدين في لي زيفنت. اختاروا اي خدمه بغيتوا رجوله في لي زيفنت اللي بغيتوا. غير هو نقطه مهمه ما تروجوش بواحد الطريقه عشوائيه. حاولوا ما تفوتوش جوج ديال لي بوست في النهار باش لينكدين ما يعتبركمش على انكم انه سبام. وحنا راه عندنا مجموعه ديال فيفر افيليت اللي موجوده هما ديال فيفر افيليت بروغرام اللي غتجبروا الرابط ديالها في الوصف. تحكوا بنا اي سؤال اي مساعده نقدروا نساعدكم مرحبا. ما تنساوش تعاونوا معنا. نتمنى لكم بخير والسلام عليكم.